أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، حيث عكف فريق وطني على صياغتها على مدى عام كامل بمشاركة جهات رسمية وأهلية. جاء هذا الإعلان خلال لقاء إعلامي بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 من شهر نوفمبر من كل عام. وأكدت سعادة السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن توجه المجلس الأعلى للمرأة نحو وضع وإعداد استراتيجية تختص بالوقاية من العنف الأسري وحماية المرأة هو امتداد لمحور استقرار الأسرة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية برؤية قائمة على حفظ أمن المرأة من أجل مجتمع مستقر. مضيفة أن المجلس يتطلع إلى أن تكون هذه الاستراتيجية بمثابة السند التطبيقي لقانون حماية الأسرة من كافة أشكال العنف الذي صدر مؤخرا، وبمثابة الأداة التي تساعد على تطوير التشريعات المعنية بالعنف. طبعا المجلس الأعلى للمرأة ومن خلال اختصاصاته التي تتناول وضع الخطط ووضع الاستراتيجيات الكفيلة ب المزيد من الإسهام في الاستقرار الأسري هي انطلاقتنا اليوم كمؤسسة، أن احنا نضع استراتيجية تفصيلية لكيفية حماية المرأة من أشكال العنف الأسري. طبعا لا يخفى عليكم هناك خطة وطنية متكاملة تتناول موضوع الاستقرار الأسري ومكون العنف مذكور فيها، لكن ارتأى المجلس أنه هو من باب أولى أن نعطي هذا الموضوع الشائك نوع من الدعم الإضافي. طبعا الاستراتيجية تم بنائها على رصد كامل لواقع الحال. المجلس الأعلى للمرأة لديه العديد من البيانات، لديه اطلاع على حالات العنف، بالإضافة إلى الدراسات التي قام المجلس بإعدادها في سنوات سابقة، وهناك الكثير من الاستراتيجيات أيضا المحيطة بنا والتي استخدمناها كأدلة استرشادية، بالإضافة إلى المطالبات الدولية التي تنادي إلى ضرورة أن يكون هناك معالجة علمية لموضوع العنف. طبعا صدور قانون العنف الأسري في مملكة البحرين في أغسطس الماضي أيضا وضع المجلس تحت ضرورة الالتزام للتجاوب مع هذا القانون.